لكثرة الأنغام الجميلة التي تركها بيتر تشايكوفسكي، أخشى أن أنسى هذا الفالس الجميل له من السيرينادا الوترية للأوركسترا من مقام دو ماجور، ولهذا أسارع بتقديمه الآن، والشعور يلازمني باستمرار بأنني لن أنجح في تقديم الكثير الكثير مما هو جميل ورقيق عند تشايكوفسكي. ذلك لأن هذا الجميل الرقيق كثير جدا عند أعظم موسيقاري روسيا في كل العصور. ولد تشايكوفسكي عام 1840 ومات عام 1893، وموسيقاه قريبة جدا إلى قلوب الملحنين العرب، وقد تأثر به منهم كثيرون.